رائع رائع رائع. احنا حاليا في مهمة سرية، احنا حاليا بدنا نهرب كل اللي متواجدين في سجن احمد البطل. نعم نعم، انا هو فين؟ وانا هو جيك الكلب. انا بتغير، انا بغير جسمي على اي شكل بدكو اياه. بدكو اياني اصير انا طويل؟ نعم نعم، فرجيهم كيف انت رح تصير طويل يا صديقي جيك. نعم نعم نعم، مثلك. جميل، بدكو اصير كمان اطول. اي انت عشكلك مش عارف انه احنا موجودين هون عند احمد البطل. او نعم، عشان هيك انا بدي ارجع قصير، بدي ارجع حالك قصير مثل هيك. ايوه رجع حالك قصيرة، هي هذا هو الكوكب الخاص فينا. احنا الان بعملية سرية جدا جدا. هاي معي انا هذا البكاكس، راح نهرب كل الاشرار من سجن احمد البطل. نعم نعم نعم، يلا جيك تعال. زيك زيك، يلا طيب زيك، ممتاز. اوه دير بالك تسقط. زيك رائع. يوه اقتربنا على هذا الكوكب. زيك ظلك امسك، عيني ماسك انا في هذا البكاكس مثل هيك. يلا يلا انزل. يلا هيني انا جالس بنزل الاسفل، هيني انا ماسك نفسي في هذا البكاكس، جالس انا بنزل شوي 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 شوي. وانا كمان. رائع، يلا انزل يا صديقي جيك. خلينا انا الان ادخل من هذا الباب. اطلعوا هذا هو الكوكب تبعنا. لازم احنا نهرب كل السجناء قبل ما يحكي له رئيس المراقبين لاحمد البطل انه احنا اجينا. نعم يلا، ما في كاميرات هون، ما في كاميرات هون. ممتاز جدا جدا، خلينا نتقدم احنا الى الامام. خلينا اشوف الوضع انا هون. زي هيك، سنة سنة. اوه يا سلام يا اطفال، هيني انا وزعت عليكم الالعاب والهدايا. شكرا شكرا. شفت يا جيك؟ نعم شفت، كنا على وشك اننا نتدمر ونتكسر ونموت من احمد البطل. يلا اول ما عد للثلاثة لازم نركض نركض لعند السلالم. يلا واحد اثنين ثلاثة، بسرعة 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 بسرعة. ممتاز ممتاز، لحد الان ما في اي احد شايفنا. يلا راح نهرب كل السجناء، راح نهرب كل السجناء. اكيد اكيد. هي يا سجناء، هذا احمد. اوه انت يا فنانيس، بطلت اسمع صوتك انا ابدا ابدا ابدا، من بعد رمضان بطلت انت تطلع صوت. انا كنت انت راح تنكشف يا صديقي. يا صديقي فين؟ نعم نعم، شايف شايف يا افلاس، خلينا جاني من هون. اوه انا هو احمد البطل. تعال تعال معي، بدنا نبدأ احنا من الاول. شو رأيك نبدأ من الاول؟ نعم فكرة اسطورية، فكرة رهيبة جدا. احمد البطل مش موجود في هذا المكان، خلينا انا الان بدي ابدأ من هذا المكان من عند اماندا. طلعوني طلعني يا فين وجيك الاشرار. يلا يلا زي هيك، هذا البكاكس بطول شوي، بطول شوي هذا البكاكس. يلا سرعة بسرعة بسرعة. هي هي طلعونا، احنا كمان طلعونا. يلا يلا ماشي انا قادم. احمد تعالوا تعالوا معي، اطلع معي اطلع معي. يلا يلا يلا، ما بدنا حدا يكشفنا، ما بدنا حدا يكشفنا. خلينا اطلع هون. ممتاز ممتاز، رائع رائع. بدهرب بدهرب، انا بدهرب. يلا يلا يا اصدقاء، يلا يا اماندا، يلا يا 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 جيك بسرعة. يلا هينا انا طالع، هينا انا وصلت. ممتاز 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 ممتاز، ايوه هاي اماندا اماندا. يلا اقفز من هذا المكان بسرعة، بنتلاقى في كوكبي. طيب أيني. يلا بسرعة. هي طلعني من هذا المكان، طلعني. طيب ماشي هينا راح اطلعك.
أين أنا قادم؟ هي أقرب 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 يا صديق أقرب أحمد البطل إجا. يلا بسرعة بسرعة يا جيك بسرعة بسرعة اطلع 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 قدامي اطلع. يلا 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 انزل. ممتاز ممتاز يلا لازم اهرب لازم اهرب. اه زيك اهربوا 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 اهربوا. يلا 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 اننا نهرب زيك خلينا جهون. يلا تعالوا يلا. لا 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 هربوا هربوا هذولا فين وجيك الاشرار. انا راح اخليهم يندموا على اللحظة اللي فكروا فيها انهم يهربوا الاشرار من كوكبي. انا واحمد البطل بطل الابطال لازم اخبر زعرور البطل وسوس البطل. ايه شو جالسين بتسووا؟ هي بابا بابا تعال تعال تابع معانا. نعم نعم انت نزلت مقطع جديد على قناتك احمد ناجح. نعم نزلت مقطع جديد لكن مش وقته مش وقته يا بابا. حلقت شعرك بعدين اللي بيشوف الفيديو بيعرف. يا بابا خلينا نتابع. ولكو يا اغبياء فين وجيك؟ اجوا على الكوكب تبعنا وهربوا اماندا الشريرة. جد بتحكي؟ نعم لكن في واحد انا لازم اني احاسبه. تعالي معاي تعالي معاي يا سوسي تعال معاي يا زعرور. ايش يا بابا؟ هاي انت. اوه اهلا اهلا يا احمد ليش مش شايف الكاميرات؟ اه شو اللي صاير شو اللي صاير انا مش فاهم. اجا فين وجيك الاشرار على الكوكب وهربوا اماندا الشريرة؟ اه والله اسف كنت جالس بتابع الفيديو اللي نزلته على قناتك احمد ناجح. اوه شو هاي الصورة يا بابا؟ حلقت شعرك؟ لا تتهبل على منظري لا تتهبل على منظري. اللي بده يشوف هذا المقطع يروح يشوف اي بتلاقوه تحت بصندوق الوصف وبأول تعليق كمان. انا لعبت لعبة استنبل جايز واذا بخسر بحلق شعري شوفوا. والله يا بابا انك مضحك. مش وقتكو. انا اسف يا احمد البطل بعتذر. يلا مش مشكلة لكن الان لازم احنا نحل جميع المشاكل اللي احنا واقعين فيها. سوسي زعرور تعالوا معايا. يلا يلا يا بابا خلينا اجي انا من هذا الطريق خلينا اطير زي هيك. شوفوا فين وجيك موجودين في هذا الكوكب. هاي يا اشرار انتوا راح تندموا. انتوا لسه ما شفتوش اشي. انا هو جيك الكلب انا بتنكر على اللي بدي اياه. وانا كمان وانا كمان. احنا هم الاشرار من وقت المغامرة. انظروا انا شكلي وانا شرير خطير مرعب سفاح. شوفوا انا لما اقطع رأس صديقي اللي اسمه جيك. نعم انا بقطع رأسي وبعدين برجع انا اركبه من اول وجديد. نعم نعم طلعوا كيف شكلي انا هون. انا خطير انا مرعبة انا سفاح. عنا اماكن سرية مستعدين عشان تشوفوا الاماكن السرية؟ نعم انا مستعدة. واحد اثنان ثلاث بام بيو با اكسروا للزجاج. شو هذا المكان السري؟ هذا المكان السري هو مكان الطعام. لما نكون جائعين بنجي هون بناكل 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 الكثير والكثير من الهياكل العظمية. رائع انا عايش باحلى ايام حياتي. شكرا لك كثير. العفو 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 لسه انت ما شفتيش شيء. احنا عندنا مكان خاص لوقت المغامره كمان. بعديها بتعرفوا شو بصير؟ ايش بصير ايش بصير ايش بصير؟ من ولك انت مجنون انت عامل حالك مش فاهم. احنا بنروح على عالمنا عالم وقت المغامره. اوه نعم 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 ممتاز. هي هي انا دار على وقت المغامرة دار وبا. اوه بدك تروح على وقت المغامرة؟ نعم نعم لكن احنا ما بدنا نروح. اوه طيب روح يا اماندا الصغيرة الشريرة. اوه هيها راحت راحت راحت. الان انا بدي اشوف احمد البطل شو وضعه. نعم 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 انا عندي يعني كمين بدي اسويه باحمد البطل. بدي اخليك تضحك ضحك يا صديقي
فين؟ ما عمرك ضحكت مثل هذا الضحك بأحلامك طيبة. خلاص طيب ناشي، يلا خلينا أنا الآن أتقدم إلى الأمام زي هيك زي هيك زي هيك. هاي هيني أنا قادم سرعة، أوبا زي هيك، خلينا نهرب. شو بتسووا أنتون؟ هذول أصدقائي جبتهم عشان يدمروك. الله يلا 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 بسرعة هيني وراك، تعالوا لهون. خلينا أسوي زي هيك، خلينا ركز زي هيك زي هيك، خلينا ألف. هي تركني أنا لوحدي زي هيك، ممتاز. أو هذول طلعوا قدامي، وين لازم لنا بعدنا؟ وين لازم لنا بعدنا؟ زي هيك، اقفز لي هون اقفز لي هون اقفز لي هون. وين لازم نروح؟ لازم نلاقي مكان. ابتعد، تعال هون، ما راح اخليك. هي وين نروح؟ انا لازم اني اقفز من هذا المكان. وي يلا يلا، اين انا قادم كمان، اين انا قادم. لازم اني اقفز على الشجره، هاي الشجره راح تساعدني. ها زي هيك الذكاء. ضربني ضربني ضربني، ممتاز. هي صديقي صديقي صديقي، بسرعه بسرعه تعال معي. يلا يلا، اين انا وراك، اين انا وراك. رائع، اركض 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 اركض، تعالوا لهنا، انا سوف ادمركم تدمير. انا هو احمد البطل، بطل الابطال، انا سوف ادمركم. بسرعه بسرعه. هي يا صديقي، ده اتحول انا الى طيب. طيب طيب، ماشي ماشي، خلينا انا اجي هنا. وين اختفوا هذول؟ وينهم؟ ايه استنى شوي، مين انت مين انت؟ انا هو الكلب الطيب. هاي انت يا كلب يا طيب، بتعرف وين في وجهك الاشرار؟ لا ما نعم شفتهم، بس راحوا من هاي الطريق، راح من وين نروح؟ يلا. يا سلام يا احمد البطل، راح هربنا منه. يلا اهرب 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 من هذا المكان، راح ندمر العالم احنا تدمير. بابا بابا، دخلوا في كوكبهم، دخلوا بكوكبهم. اوه نعم شفتهم شفتهم. يلا ماما تعالي معاي تعالي معاي. وين؟ اوه سقطت، انا سقطت. وين يا بابا سقطت؟ لكن هيني هيني رجعت. وين اختفوا وين اختفوا؟ شوف يا بابا، هاي هاي هم، انا وجدتهم. هاي اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا، هذا خدعني قبل قليل، هذا خدعني قبل قليل. ماما سوسي البطلة، بابا احمد البطل، الان انا راح ادمر لك يوم تدمير. يلا شو هذا؟ الى اللقاء يا حلوين. نزلوا بهاي البوابة. واو يلا زعرور، لازم نتبع ابوك احمد البطل. والله يا ماما لازم لازم لازم. يلا يا زعرور البطل، انا لازم نقفز. ويه يلا ممتاز، هاي ماما وهاي بابا راحوا، انا لازم نتبعهم، لازم نروح الان، راح اتبع بابا وماما. وي واو، حاليا انا قفزت بالبوابة ووصلت على هذا العالم، عالم وقت المغامرة، عالم فين وجيك. زعرور ودته لهاي الكرة، وسوسي ودتها على غابات الامازون، وانا اجيت ابحث عنهم في هذا المكان. معقول يكونوا هون؟ ما بعرف. يلا خلينا انا الان اقفز واطير باجنحتي، خليني ابدا اشوف هذا المكان، منزلهم يمكن يكون. اوه شفته شفته شفته. لا 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 لا، هذا الكلب جيك، انا راح اقتلك يا شرير، انت هربت مني لكن انت مش راح تهرب مني، راح اجيك على العالم تبعك وراح ادمرك تدمير. يلا خلينا انزل مثل هيك، اجي من هون، شوفوا الان بوم ترررا. لا 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 لا، تعالي لهنا، شوفوا الان راح يموت من الخوف، راح يموت من الخوف. لا لا لا، انا ما راح اموت من الخوف. لا 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 لا، كما كنت متوقع، هذولا بخافوا. يلا زي هيك خليني اطير. الان انا بحثت في منزلهم، في منزل الشجره، وجدت فيها هذا اللي يعني في هذا المكان جيك شرير.
سرير الاندر وعلى مملكة العلكة. مملكة العلكة رح ادور على اماندا ورح ادور على فن الشرير. انا هو فن، فن الشرير. اوه انت يا شرير، رح ادمرك تدمير. احمد البطل، شو جايبك على العالم تبعنا؟ شو جايبك؟ شو بوم لا هيني دمرت فين كمان، فين الشريرة. الآن أنا بدي أبحث عن أماندا، ممكن إنها تكون حاليا في مملكة الثلج. نعم في مملكة الثلج، خلينا أبحث هون. يا 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 أماندا لازم ننزل. تعال هون، أنا رح أقتلك، أنا رح أدمرك، أنا رح أطلق عليك الأسهم النارية. تستخبي تستخبي بداخل الجبل الجليدي. بسرعة بسرعة بسرعة. وينك وينك يا أماندا؟ لا خذي موتي بوم. هيني دمرت أماندا. بابا وينك؟ أنا مش لاقي حدا، حتى أنا يا أحمد. أنا مسكتهم يا سوسي ويا زعرور، الآن هم في حوزتي. شوفوا هذا هو العالم اللي بعيشوا فيه، فين وجيك الأشرار، أخطر المخلوقات بالعالم. شوفوا المكان، شوفوا هذا البريق الشاي العملاق، طلعوا الشلالات من الشاي جالسة تنزل من هذا البريق العملاق. لكن هين أنا مسكت أماندا، فين جيك الأشرار؟ وهيا بنا إلى الكوكب. واو واو، تم تدمير جيك وفين الأشرار، ورجعناهم على السجن. رجعنا أماندا كمان. لا لا لا، مستحيل مستحيل. لا بترجعك، لا مستحيل. بابا دمرناهم. نعم 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 يا زعرور، هذا مكان كل واحد شرير بحاول انه يتحدى أحمد البطل وفر ريقو. نعم تعال نشوف الغبية أماندا، هي ندمانة لأنها كانت بدها تهرب من الكوكب وهربت، لكن رجعنا ومسكناها. نعم رجعنا ومسكناها أماندا، خلينا نطير لليسار من ثم على اليمين. شوف شوف بابا شوف، شايف والله يا زعرورة. لا لا طلعوني من هون، طلعوني. ما رح تطلعي، ما رح تطلعي يا شريرة، انت رح تبقي في هذا السجن لطوال حياتك لما يصير عمرك اكثر من 200 سنة او لحتى تموتي. لا لا بترجعك. وهيك احنا بنكون دمرناهم تدمير وسجناهم، فين وجهك؟ ورجعنا أماندا الشريرة. والان يا زعرور يا سوس الابطال، بتعرف شو بدنا نسوي؟ ايش يا بابا؟ بدنا ندمر كوكبهم، هذا الكوكب. يي يي يلا يلا يا أحمد وفريق أحمد البطل في كل مكان. واو.